الامين اللي تكلم في الاذاعات اتبع رنت شكر فوسي نجمات اللي اسوان قمن اشكر رئيس الجلسه روان غيد رئيسني من هذا درت هذه الفكره في الاذاعات التنشيط من المدرسه راه تكسقس سي عمر الفكره ديال من قلت تبدا تقريبا تبدا ما تسكرت غير الاذاعه المدرسيه الفكره نستبدا من الاول العام ولكن على المشكل التجهيزات الاجهزه الصوتيه قسميا الخلل خلاص نخدم ونركب الصوت اي فرد مسير بشيء تسمع وكان مفترض ان تقليات المدة اللي كانت طويلة نسبيا الفترة نكون فعلا نوجد في الفقرات تمام نطلع حتى نستخدم الاذاعة هو غير ان شاء الله تنطلق غير كان في الحل اللي بفر تسمع الصوت غير مزيان الميكروات تخدم الصونو غير التلاميذ ان شاء الله يعني التوفيق من الله بدا نفسك البرامج الإذاعة بصفة يومية يعني كل نهار فترة الاستراحة التفانية عشرة كل ربع ساعة ألقيس إزاي برامجا ألقيس تعلمنا بعد الكون إز سامحك إز الدراري أي تيلين غير نتنا إزرين البرامج نتنا تكلف نصلا الصونو نتنا تكلف نس كل شيء الدراري إزاي البرامج الدراري أتني جوجل الدراري يتكلف كل شيء المراحل بطبيعة الحال ستوجيه الأساتذة بديت قدام الفقرات بالتنوع بطبيعة الحال يا فعلا باش كوينا الدرس اللي يمكن تجربة اللي هي النوع من التداول على الفقرات باش كوينا كل استفد كل شيء بل بين الأهداف قد بطبيعة الحال قد تعلم تكلم يعني وسط جماعة من الناس الاستقلالية بطبيعة الحال تحيد الخجل بإذن الله إلى جانب بطبيعة الحال تستمر المعلومات اللي تقدم نيت ولا الطريقة اللي صارت نتوجها من الطريقة يعني من نوع الأهداف كانت سلوكية كانت أهداف معرفية اللي غير كيصوت غير بالنسبه للبرامج اللي سكر مملكه كانت تقريبا اللي كانت في تاريخ شرحت شويه البرامج يعني الياس توجيهات الياس في كان باش فلاس توجد البرامج من الانواع اللي تسمى مملكه كان البرامج زوج البرامج اللي تقدم الاذاعه
توصل جميع الإذاعات المدرسية أردت لي المنشط تسمى زود منشط للتلفزيون إيه يا صاحبي أردت تقديمي الصحن أردت تقدم واللي في الفقرات هي المنشطة كذا اللي أعرف قارث من كذا كانت؟ المنشطة ريت هي المنشطة التلاميذ ديال تا كاخ التلاميذ نيت كاخ التلاميذ الفريق اللي راه ينشط اللي يشتغل النهار اللي راه يشتغل السنة الفقرة الأولى بطبيعة الحال بدا من القرآن الكريم بما أننا في المدرسة وفي دولة إسلامية بين أهداف تكوين مواطن يعني ذو مرجعية إسلامية لا بدينا القرآن الكريم افتتاح الفقرة الإذاعية كل نهار ثم الحديث النبوي الشريف لا بالدولة أنت ثم أقوال وحكم ثم كلمات الصباح ثم الأهل تعلم ثم الفقرات يعني معلومات مختلفة ثم يعني في كيس الحريات بحد في أي حاجة مفيدة طبيعة الحال أتتنايا أتزرام قبل استيزري قبل استيزري ضروري على زود فعلا معقولة أظن أبتلي اللي كل شيء استيزري من ناحية الأخطاء يعني اللغوية ولا غير ما تتصحح تيلي نشرة الأخبار باش يتعود التلميذ على النشرة مستقبلا إن شاء الله ممكن أي صحفي باش أي إنسان طريقة اللي سير يصدر الأخبار. الأخبار ونشر الأخبار. إيوا صافي بعض الطرائف ممكن بعض الطرائف تكتب. البعض من الروبورتاجات. روبورتاج بسيط مثلا حول هذه القضية. في المنطقة يعني أخي من المدرسة. محيط المدرسة إذا كان إشكال سواء الأسبان ولا مشكل البيئة ولا مشكل مثلا أي مشكل القراءة والمطالعة للتلام زود النصائح اللي غادي التربيانية داخليا للمدرسة هذه استقاء لازم استقاء الآراء هل استطلاع التلاميذ حول رأيهم في تلك المسألة يا كرة تسجل التلاميذ التزرين ما الموسيقى ما أنا للتلاميذ الموسيقى قرأ الفقرات لا أنا شيف لا مقطع موسيقي يعني موسيقي بطبيعة الحال إيجا تربوي يعني فوق الإطار الإطار التلاميذ والموسيقى اللي لسني تيرسكن العالم التربية هي موسيقى إما بالنسبة لك كما كنسمع قلت تاع المعاملة الدراري تزود لا طابلة هذا الميكساج دماني تفهم دغيا تستوعب ما كتستعمل من فاصيل مون هذه اللي كان يعني تكلف خاص التقنيات بالنسبة للجهاز الأجهزة الصوتية كشخصية أنا أشعل الميلاد على أساس أرسلي أشكو بالنسبة للتلاميذ غير السلمة من الاستشارة السلمة ولكن صح باش كيسن كيسن هي فعلا الحفاظ نيت بلا ماتيريال الاجهزه باش اسئله قعدوا خسر من الكلام عن التعامل التريسيتي الخطورات الاجهزه ما مكزوش كان الاجهزه ثاني الاجهزه واش كان من طرف الجهه شاف التصدم من جهه كان باش كان الطلب نقدر نستفيد من قبل يعني لا ندل اثنين استقلال المالي ارتمن الحاجيات وخلاص ما ندل زورديناتور ما ندل بيسي ادل زورديناتور ادل مش كان دو واحد ندل غاصل سكن الطلب الإداع بسيان طور بيسيات اتيان صغر بيسيات من نوع بيسيات الطلاري يعني 20 بيسي أريد أن تخدم الدراري كان اثنين أريد أن تخدم الأجهزة يا ابني لا ما يضلطني أريد أن تخدم الدراري الدرارية تخدم تسمى باش بعدا تعمل الأجهزة المعلوماتية يعني أرسكر مجموعات كلها مجموعة أرتشكا واحد وثنين هذا السوايع ما ممكا لا نتكشم البرنامج كل فصل كل قسم هذه التشكا واحد تحت أشرف المستند لا لا نورك شنو غل البرنامج الدراسي زعما المواد اللي دارسين لا مستغلة في تقديم المواد الدراسية زود أوقات الفراغ اللي زود
بعض المرات لقى وقت حر كيفاش تتعاملوا مع الاسم، كيفاش تتعاملوا مع الورد، طريقة الكتابة، كيفاش تتعاملوا مع مختلف البرامج، كيفاش يشعل البيسي، كيفاش البرامج اللي التعليميه الى البرامج الترفيهيه الى مفتوح. فاش كتكون وقت الفراغ، وقت الفراغ كتخليك تلميذ تعطي الحريه ديالو، تعطي الحريه كيفاش يتعامل، لان ميد لانفورماتيك يغرسك تما تهكا الفضاء. هي الصاتي ولا الصاتي ولا دار ديك الشم يسمى ما كيتعامل الالات صافي داتي شي مريض تعليم مزيان واحد طايب قال سكت على الهمش الحريه اي سوبريمي غير لي فور لا فور لي تخادي رزم ختاد يكشف على البروغرام صافي باش كاينش اش كنا في دم انا هسي دي بي سي بي سي ولا دوز جوج سنوان كيكف لا غير بتناو كلشي تقريبا الدراري المؤسسه غادي تطلع مره اللي جايه كانت نزرات كلشي تقريبا هكا سولس المستقبل ان شاء الله كيستمرن اكثر العطل المدرسية دمان ورارتي اللي كان اللي اللي تقابل غادا ديستاش كان اريد تقن المشكل هو البعد ترانسبور ديما يجي متاح للتلاميذ غير يجي لنا مشكل الوريد متاح ما تلا الامكانيه زعما وانا يخربني خير غير ديستاش كان اللي كان قابل غادا ديستاش كان كيس زري زون بزاف ديال الحاد ديال الوطور من بينهم انا شخصيا انا مستعد حتى نخدم فوق العطله ما كاين حتى مشكل ولكن تلا الصعوبات التلاميذ ملك زياوي ماشي مجرد اني تشوف راه وين نس زياوي مثلا وين راني وين قرروني زعما ولا راني راس نسكن تسيره اللي غير انا شكون ني هذا السايق زين مثلا تي غير لي قرر زون دي تي بورك لي قرر زون جو سي بان كي تي لكي سو ني هو انا كير انا جاشكا وانا انا جاشكا قبل بعدي سي خمس نتا دبري وانا بورك ني تاع كتستيتو حتى غير ولا تستيتو خسر قسم كلش والا يعني باش ديال النوع انت كفوق الفرص نص كان ولا داري الا الوقت فارغ دابا انا رينا تستغل انا غزو دما هذا تي راس نفكم حاليا اللي كران المشرف الاجهزه في القاعده اسيد اللي غير من تخدم تطوع الاساتذه تطوع يعني شكون يعني الصيغ يعني القيم خاص اللي تكلف النشيطات ديال الاشياء الفارغه الاجهزه القاعده المعلوميات وكذا المكتبه ان شاء الله لا شكون حسب المعلومات اللي دار لنا قبل الزبان ان الفائض مثلا اللي على الاساتذه اللي سني كان الفرعيه دمان صدر لك صدر كان يعني نفسي ما يتكلف ما يمكن يعني نشيط هاد الموازي للسنين يتكلف السي اريد اللي تخلص انت ولكن الشغل صابر الساقره ما يتكلف زون الاوقات الاخوانيين كان الفائضين لا نجي نصل الفائدين السادة الأساتذة الفائدين ياك ولكن بحكم أن الإدارة النيابة تستدعى تكلف التدريس المانيا الخاصة إدارة خاصه اسمع كيما انا شكون عاكت في كازون القاعد من على الاقل السكري انا اللي صار يتكلف خاص باش الاساتذه كوين تفرص العمل في الحقيقه هي فعلا ولكن كما كان الحال كما كان الحال الانشطه الموازيه كان من بين فقرات اللي داني مقرره في النظام 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 الرسمي مش بس كل بيرسوني راه يعني يتكلف فهمت غير غير القيم باش التلميذ القيم اللي هو متفرغ بالضبط هذا راه ما كاين لا الاساتذه هذا التشكيل كل اشكال يطلع حصه نشيط التلاميذ باستعمال تطوع هذا ما كان يا وسيد عليك نشكر بزاف ثاني ميرسي كاس عمر في تفاونا اللي خاص فيك تبرات عطيت لك انا نتمنى ان شاء الله نستافد انت روان كل ما ياد ثاني ميرتنا كنا اللي بزاف ديال السنين بيت اللي كان غلقنا وكنا ضحين في المسائل هذاك البهر نشكر الله يخليك شكرا